يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبدء صرف التعويض المخصص لشهر مارس المنصرم بقيمة 1000 درهم للأجراء المصرح بهم ممن توقفوا مؤقتا عن العمل في الوقت الذي تنتظر فيه قرابة حوالي 4 ملايين أسرة متضررة نتيجة إجراءات منع انتشار وباء كورونا المستجد الدعم المالي، والذي تشير التقديرات الأولية لكلفة هذه الإعانة المالية أنها قد تصل ل 12 مليار درهم. التفاصيل في تقرير هند صدقي. في إطار الإجراءات المتخذة لتخفيف تبعات التدابير الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد، ما زالت قرابة 4 ملايين أسرة مغربية متضررة تنتظر صرف الإعانة المالية لها، تعويضات تشير المعطيات التقديرية الأولية إلى أنها قد تكلف 12 مليار درهم، وهو الدعم الذي سيوجه إلى رب البيت الذي كان يشتغل في القطاع غير المهيكل وتوقف عن العمل نتيجة الوضع الذي تعيشه البلاد حاليا. التكلفة النهائية لمجمل هذه الإعانات وفق إجراء لجنة اليقظة الاقتصادية ستتضح عند انتهاء إرسال الأسر المعنية طلباتها من خلال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر الهاتف لمن يتوفرون على بطاقة رمد صالحة إلى غاية 31 من دجنبر الماضي، فيما تودع طلبات غير المتوفرين عليها أو التي انتهت صلاحيتها إلكترونيا عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك. من جهة أخرى ينتظر أن يشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صرف تعويض 1000 درهم المخصصة لشهر مارس للأجراء المصرح بهم ممن توقفوا مؤقتا عن العمل، فيما سيكون التصريح بالأجراء المتوقفين عن العمل بسبب جائحة كورونا برسم شهر أبريل متاحا ابتداء من الجمعة 10 من أبريل الجاري.